أرحب بالأصدقاء والصديقات في هذه الندوة التي سميناها زيارة للقرن السابع عشر، والتي كما لاحظتم خلال الجولة الأولى أننا عشنا فترات من القرن السابع عشر كما عاشته مدينة وزان، لكن الندوة في الحقيقة هي حول القرن السابع عشر من وجهة أوسع أو لا أكثر، لا تنحصر فقط في وزان. وهذا النشاط يدخل في إطار الأنشطة التي واللقاءات التي نظمتها مجلة رباط الكتب، والتي عادة ما ننظم أنشطتنا في مدينة الرباط بحكم أن أعضاء هيئة التحرير جلهم يسكنون في الرباط، لكننا بين الفين والأخرى نخرج خارج الرباط. مثلا كنا نظمنا في 2014 لقاء في مدينة أكادير حول السيرة الاجتماعية، ونظمنا في أكتوبر 2018 ندوة في مدينة فيجيج حول التاريخ المحلي. وخلال تلك الرحلة الجميلة التي يزورنا مجموعة على الأقل بعض الزملاء الذين رافقونا واستقبلونا في مدينة فيجيج، بدرت فكرة تنظيم لقاء في وزان، بحكم أنه منذ بضعة سنوات كنا كهيئة تحرير نظمنا اجتماعنا العادي في هذه المدينة، وكانت الفكرة أن نوسع هذا اللقاء في شكل ندوة. السبب كما تلاحظون من الوثيقة التي وزعت عليكم في اختيار القرن السابع عشر هو أن هذا القرن يصادف إنشاء المدينة التي ارتبطت باسم مؤسسها في هذه في مرحلة، لأنه كما أشار لنا عبد الإله الغزاوي الذي أعتبره من بين أكبر المتخصصين في مدينة وزان في تاريخ مدينة وزان، فهناك تاريخ سابق للقرن السابع عشر، لكن وصول مولاي عبد الله الشريف إلى مدينة وزان وتأسيسه لزاويته بها والذي أعطاها هذا الإشعاع سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي. وقد كان يتبادر إلى الذهن كون أن في الوقت الذي كان هذا الشاب الذي اسمه مولاي عبد الله الشريف الذي ولد في تزروت حوالي 120 كيلومتر ولا أقل من هنا في قبيلة بن عروس، ثم انتقل إلى جبل صرصار على مقربة ما لا يتعدى 15 كيلومتر من مدينة وزان بحثا عن شيخه، ثم جال في عدد من مناطق المغرب إلى أن استقر في دار السقف في هذا الحي الذي نوجد فيه الآن. كان يتبادر إلى الذهن أنه في هذا الوقت ماذا كان العالم خارج هذه المدينة يعيش، وما هي الأفكار والإبداعات والتيارات الفكرية والفلسفية التي كان يعيشها العالم، على أساس بطبيعة الحال أنه بسبب بطء انتقال الأفكار والمعلومات في تلك المرحلة لم يكن يسمح كما هو الأمر الآن بأن نتعرف بشكل مباشر عما يحدث خارج العالم. فلذلك كان الاقتراح لعدد من الزملاء أن يساهموا بالشكل الذي يرغبون فيه بأفكارهم أو مداخلتهم حول القرن السابع عشر. وبعد مفاوضات واعتذارات توصلنا في النهاية إلى البرنامج الذي بين أيديكم. قبل أن أعرض عليكم البرنامج أريد أن أشكر الصديق جامع بيضة، الأستاذ جامع بيضة مدير دار الأرشيف الوطني الذي كان استقبل نشاطا كنا نظمناه بشراكة مع مؤسسته بعنوان ذاكرة اليسار، وهو سلمنا الآن نسخة الفيديو لتلك الندوة، وأعتقد على أنه بتسليمها لنا يسمح لنا بأن نبثها من موقع رباط الكتب مشكورا. كما أننا أود أن أخبركم أن رباط الكتب هيئة تحرير رباط الكتب تعززت بعضو جديد هو السي محمد مستعد، مازال وقيلا ما خبرناش رسميا ولكن كان ما فراسوش الذي نعتز كثيرا بأنه سينضم إلى صفوف هذه الكوكبة
خصنا ننتظروا شي بيت ديال الشعر من عند سي عبد الاله لكي يشكرنا ويعتبر اننا كوكبه فريده من نوعها عظيمه في مجهودها. ولكن إذن هذا السي مستعد ما يمكنش نلقاو شي استقبال أكثر فصاحة من ما سمعناه من طرف سي عبد الإله الغزاوي. إذن المتدخلون اليوم هم بحسب الترتيب هو الصديق الجلالي العدناني الذي كنت تناقشت معه مرارا حول عدد من القضايا لأنه يشتغل على جبهات متعددة، لكنه كان يشير لي إلى اهتمام خاص له بتاريخ وزان، وقد قبل أن يشارك في هذه الحصة بمداخلة بعنوان دار الضمانة وطريق العودة إلى قضايا القرن السابع عشر. ثم هناك الصديقة وعضو هيئة التحرير ملكة معطاوي التي أتلجت صدري أنها اختارت أن تساهم بالشكل الذي كنا نتصوره حول أن الندوة ليست مرتبطة بوزان وليست من احتكار المؤرخين وليست من احتكار الرجال تماما، وبالتالي فهي تساهم معنا بنص حول راسين الشاعر والمسرحي الفرنسي. ثم هناك الزميل عبد الله نجمي الذي برغم من أنني ألتقي به بين الفينة والأخرى إلا أن هذه مناسبة سعيدة أن يشارك معنا بعنوان له نبرة فلسفية جميلة بعنوان الحنين إلى القرن السابع عشر. وأقدم مرة أخرى مشكورا سي عبد الإله الغزاوي الذي سيتحدث عن وزان في القرن السابع عشر. عندنا مشكلة واحدة التي أنبه المتدخلين إليها أو سواء الذين كانوا سيعرضون مداخلاتهم أو الذين سيشاركون في النقاش الذي أتمنى أن يكون غنيا، هو أننا لابد وأن ننتهي في حدود الساعة السادسة لأن عدد من الإخوان يجب أن يصلوا إلى مدينة الرباط حتى يقلوا القطار إلى مدينة الدار البيضاء في ساعات لا يمكن أن تتجاوز 9:30. فلذلك سيكون الحضور صارما معكم في أن تضبطوا تدخلاتكم في حدود 15 دقيقة على أساس أن تكون أيضا هناك حصة للمناقشة. إذا أدعو إلى المتدخل الأول سي جلال العدناني. مشكورا. السلام عليكم. إذا الشكر أيضا موصول إلى اللجنة المشرفة على رباط الكتب. إذا من خلال التسمية يعني رباط فنحن يعني في صلب الموضوع وخاصة الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه دار الضمانة أو طريق العودة إلى قضايا القرن السابع عشر. في الحقيقة فدار الضمانة في العنوان يعني سان بريتكست لتناول مجموعة من القضايا التي تهم القرن السابع عشر، ولكن ما سأركز عليه هو مسألة كيفية أو شرعية العودة إلى القرن السابع عشر، وهل هذا الأمر ممكن؟ يعني هناك تساؤلات، لا أذكر المدرسة الفرنسية وروادها بهذا الخصوص، ولكن عندي طريقة ربما خاصة في تمثل أمور القرن السابع عشر، أي انطلاقا من القرن الواحد والعشرين أو انطلاقا بخصوص من الدراسات التي تناولت مسائل هامة للقرن السابع عشر. وأخص بالذكر كما يعني تفضلتم في العنوان الأول قضايتهم الزاوية والقبيلة. يعني منذ البداية التساؤل هو كيف عدنا إلى القرن السابع عشر؟ يعني هناك العديد من الباحثين
من قوى سياسية مركزية أو غير مركزية، مغربية أو أوروبية، عادت إلى هذا القرن السابع عشر، إلى رواديه، إلى الحسن اليوسي، إلى العياشي، إلى مجموعة من الكتابات أو على مستوى الأرشيف من خلال يعني المشروع الذي قدمه أنري دو كاستر في بداية القرن العشرين 1913-17 حتى العشرين، كيفاش غادي يصنف واحد المجموعة ديال المصادر اللي منها مصادر تهم القرن السابع عشر. ولكن الإشكال الذي سأتناوله في هذه المداخلة وهو لماذا استطاعت الزاوية انطلاقا من هذا القرن أي القرن السابع عشر أن تغطي مؤسسة على مؤسسة أخرى وهي مؤسسة القبيلة. إذن المسألة الجوهرية التي سأتناولها في هذا البحث يعني لماذا أصبحت للزوايا أهمية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وتم تقريبا السكوت عن القبيلة في علاقتها بالزاوية، ولم يتم يعني وقع هناك نوع من التمييز أن الزاوية تباشر الأمور الروحية والثقافية والسياسية، وأن القبيلة ما هي إلا مصدر للقوة ومصدر بالخصوص لمعارضة الاجتياح والاستعمار، وأخص هنا بالذكر الاستعمار الفرنسي. إذن فطريقتي للعودة إلى القرن السابع عشر هو من خلال قضايا تم تناولها يعني تناولها مؤرخون سوسيولوجيون أنثروبولوجيين وأيضا قوى سياسية استعمارية بالخصوص، وهنا أقصد مسألة من كان يسيطر يعني على مستوى المجتمعات يعني في المغرب أو في المغارب وفي مجتمعات في اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء. مثلا حين نأخذ مثالا من القرن 19 فرنسا جاءت أيضا لتطرح مجموعة من القضايا، وهو أن دخول فرنسا للمناطق الصحراوية أو المغرب أو الإفريقية جنوب الصحراء عموما هي جاءت لتحمي قبائل الزوايا من هيمنة القبائل المحاربة المسلحة، وأن القبائل المسلحة خاصة الصحراء كانت تستغل هذه الزوايا، معنى أن الزوايا كانوا ضعفاء ففرنسا جاءت لتحميهم من بطشي حسان إلى آخره. هذا التساؤل طرحته في الجنوب وتناولته من خلال أجوبة أو أسئلة طرحها كوبولاني وأجاب عنها سعد بوه اللي هو أخمى العينين، وكان يطرح فرضيتين يعني يقول على أن هناك هيمنة لحسان ولكن هناك إمكانية للزوايا بأن يحملوا السلاح من جديد، في إشارة إلى أن القرن السابع عشر كان مفصلي في هذه المسألة. بعد حرب شرق الضفة تم التمييز، القبائل ستتخصص في الكتاب وفي العلم وفي العنف الرمزي، بينما القبيلة أو قبائل حسان ستظل يعني هي المهيمنة وتحمل السلاح البنادق. نقلت هذا السؤال انطلاقا من الجنوب في اتجاه الشمال في اتجاه يعني في الفترة ديال القرن 19 بالخصوص، وتساءلت من خلال دراستي المنشورة في إسبيري السامودة هل النموذج الصحراوي يشكل استثناء مقارنة مع الشمال، ووجدت على أن نفس الوضعية تقريبا يمكن أن نسجلها في منطقة سوس من خلال نموذج ديال قبيلة أيس عبد الله سعيد، قبيلة المختار السوسي. فوجدت على أن باستثناء الدراسات التي لا تشير إلى هيمنة المحاربين وهما قبيلة مجات و أيت حلبيل، بينما نتكلم عن الزعامة الدينية لزاوية إلغ ولعائلة مختار السوسي سواء الدرقاوية أو التيجانية،
فكان التساؤل لماذا لا يتم الإشارة إلى هذه المسألة ديال هيمنة المحاربين. فالجواب بالفعل وجدته في المونوغرافي ديال شومال. شومال يتحدث عن هذا الأمر وينقل المسألة بالتفاصيل، لأنه لما أسندت الزعامة السياسية للزاوية تدخل المحاربون فقالوا هؤلاء كانوا بمثابة نساء بالنسبة لنا، فلماذا منحتهم الزعامة السياسية؟ نحن المحاربون، نحن الرؤساء هنا. يعني هناك تم قلب، ومن هنا يعني كانت تساؤلات، هل هذا الأمر يعني سعد بو في الجنوب وقبائل الزوايا ثم أيت عبد الله وسعيد في منطقة سوس ينطبق على مناطق أخرى في الشمال؟ والتساؤل هنا عن علاقة الزاوية الوزانية مع قبائل خاصة بنمسا وقبائل أخرى للكتابة المناقبية، كتقول بأن كانوا كيتبراو من الشيخ تقولوا لي أولادنا راه قباح إلى آخره، وحكاية يعني الأصل. في مسائل أخرى، مجالات أخرى، قلت على أن المسألة يعني هذه استحدثوها بعد مناقشتي ونشر عملي حول أصول الطريقة التيجانية، فسأجد على أن التيجانية وتطوراتها هي في الحقيقة نتيجة هيمنة داخلية للساكن المحلي اللي هي الأصل أو من يسمون بالتجاجنة، وأن التيجانية لم تتأسس داخل المجال ديال العين الماضي اللي هو المنطلق، بل خارجه في أبي سمرون، وحتى انتشار التيجانية في الخارج أكثر من عين الماضي اللي عاد تعود ليه التيجانية في من بعد. فقلت أن هذا الأمر مرتبط بصراعات داخلية، صراعات داخلية معناه أن التجاجين هم اللي كانوا مهيمنين، هما الفقهاء، هما ما تنقله المصادر ديال القرن السابع عشر، العياشي ورحلة أحمد بن ناصر أو فيما بعد عبد السلام الناصري إلى آخره، ولكنها لا تعطي أمور كثيرة حول هذا المعطى ديال هيمنة السكينة المحلية ورفضها لعائلة التيجاني ولمشروع التيجاني الروحي. إذا فين غادي نلقاو المعطيات؟ غادي نلقاوها في الأرشيف الكولونيالي، الأرشيف الكولونيالي، لأن كل ما خاضت التطورات التي عرفتها عين الماضي فكانت نتيجتها طرد الساكنة المحلية واستقدام الأجانب أو ما يسمونه هناك بالبرانية، الناس البرانيين، إلى درجة أن القيد كان من ريان يعتبر من الساكنة البرانية لتغليب يعني الأنصار ديال أحمد التيجاني. والمسألة أو الضحايا ديال هذه العملية هذه راسلوني حتى وانا التحق بجامعه محمد الخامس بالرباط من التجاجينه يطلبون مني وثائق، هل عندك وثائق؟ وكنت اتساءل اقول هل هذه مخابرات عسكريه جزائريه ام تجاجينه في الحقيقه الذين يطالبون بوثائق تؤكد على انهم الساكنه الاصليه وانهم اصحاب الممتلكات والمنازل لوسط البلد. فقلت هذا مشروع مهم، فكان حتى العنوان الذي قدمته لإسبيريستا المدرب في البداية حول لا فيمينيزاسيون دي سان، قلت على أن ما قاله شومال أو ما قاله المحاربون لشومال بين هاد الناس يديهم مرطبين، يعني نفس الصورة التي قدموها المحارب الحساني في الصحراء حول الزوايا، بأنهم كيدافزوش، بأنهم ماشي أقوياء، بأنهم كذا وكذا وكذا. فقلت لا بد من البحث في مجموعة ديال الأمور، وكلما أخذت نموذجا سواء بالنسبة للتيجانية أو بالنسبة لهذا كنلقى على أن هذا النموذج جد حاضر، على أن هناك هيمنة ديال القبيلة ديال المحاربين ديال القبائل المجاورة، ولكن كنقول ولكن من أين أتت هذه الزعامة؟ من أين أتت الزعامة السياسية أو الزعامة الثقافية أو الفكرية للزوايا؟ فهذا هو التساؤل، ولهذا من هنا شرعية العودة إلى القرن السابع عشر. شرعية العودة إلى القرن السابع عشر لأنه يعني بتحفظ حتى حول القرن يجب أن نرفض يعني التحقيبات والمراحل التاريخية، لأن القرن السابع عشر يمكن أن نقول على أن زوايا القرن السابع عشر هي نتيجة نهاية بلغواطة
كل يعني القسامات الدينية السابقة. الوحدة المذهب المالكي كان يجب أن تجد مخرجات ومتنفس، أظن أنه الزوايا وضباطات. كيف يعقل أن تكون منطقة بلغواطة الأصل يعني من الرباط خاصة دكالة هي المنطلق للتصوف ولتيت ولأبي يعزى وهي النور يعني سيدي بالنور إلى آخره، وكيف الانتقال إلى مسائل أخرى. ربما يجب تبني مفهوم الأقل وتفادي ربما المسألة ديال التحقيب، وكذلك ربما أن الأمور يجب الرجوع إليها بالنسبة للقرن السابع عشر، مسألة الأندلس بالنسبة للطرد النهائي ديال المويسكيين ومجموعة الأمور، وكذلك من خلال النموذج اللي قدمته ديال إفريقيا جنوب الصحراء، كيفاش أن هذا الجنوب يمكن أن يقدم لنا يعني مجموعة من القضايا، مجموعة من التساؤلات ومجموعة من الإجابات حول قضايا تهم العلاقة ما بين الزاوية في موضوع الزاوية والقبيلة. ثم قلت على أن هناك مقاربة أخرى يمكن أن نعتمدها، يعني لماذا العودة إلى القرن السابع عشر؟ ما هي التمثلات التي كانت حول القبيلة في كتابات القرن السابع عشر والثامن عشر حول القبيلة؟ لأن مفهوم القبيلة والدراسات حول القبيلة فهي نتيجة للدراسات ديال القرن التاسع عشر، وهذه أعطت ربما صورا وتمثلات مغايرة لواقع القبيلة خلال القرن السابع عشر. وأنا كنظن من هنا يعني خصنا واحد ربما رجوع ومن جديد إلى مسألة إلى هذا يعني السوسياك ربما القرن اللي هو ديسيزيف بالنسبة للمجموعة ديال المسائل، خاصة بالنسبة للجانب السياسي. يجب ألا ننسى أن ربما الحقل السياسي المغربي براهنيته فهو يعود إلى هذا القرن. من ناحية الجانب الكيميائي ديال القوة السياسية فكذلك فهو يرجع إلى هذه المسألة. أظن أن السلطة السياسية في المغرب فهي ناتجة عن الخلق مع نوع من استعمال ديال الزاوية وديال القبيلة في إطار واحد النوع من التعالي اللي شكل السلطة ديال الدولة العلوية واللي مازال يعني يبقى خدام حتى البداية الاستعمار. الناس عندهم أن ألفريد لو شاتولي كيلخص هذه المسألة هذه حتى قبل يعني الحماية، تيقول لهم المغرب المشكل ديالو واضح والحل ديالو الأول والأخير يعني في تقريبا في 1893 هو أن المغرب يجب أن يحكم بسلطانه وزواياه وقبائله. ولخص الأمور في الوقت اللي كان فيه واحد الاضطراب ما بين الخارجية والميتروبول والسلطات الفرنسية يعني بالجزائر وبغيرها، أو ما بين المدافعين عن المصالح الاقتصادية الفرنسية بين أن الجزائر يجب أن تستمر حتى الساحل الأطلسي وأن يضم المغرب إلى الجزائر يعني تولي مجال واحد ومستعمرة واحدة. إذا هذه مجموعة من التساؤلات بالإضافة لتساؤلات أخرى اللي يمكننا نتسأل عليها، كيفاش رجعت المدرسة الكولونيالية إلى القرن السابع عشر مع أوغستكور أو لا مع ليزيستوريان دي شوفا، وكيفاش رجعت المدرسة الوطنية أيضا إلى القرن السابع عشر لترد على المدرسة الكولونيالية. عندي تساؤل آخر حول يمكن أن نطرحه حول مسألة سكون نابيل لاكريز سبيريتوال يعني عند بالك أو اللي خذوها ليزونتروبولوغ فيما بعد بالنسبة لهذه الأزمة الروحية ديال القرن السابع عشر. وأنا يعني ربما هي مرحلة أظن أنها مؤسسة في تاريخ المغرب،
ويكفي الرجوع إلى كتابات هذه المرحلة سواء من حيث الكتابات المناقبية، من حيث الجينيالوجيات، من حيث أيضا الموضوع ديال الأسر اللي ما كنرجعوش ليه بزاف واللي كنظن أنه مهم، لأن القرن السابع عشر هو قرن أيضا ديال الموضوع من نقدر نقولوا المشروع القبلي اللي واش ابن خلدون أعلن على نهايته مسبقا أو لا، الحكم ديال الأسر الشريفة والكتابات الجينيالوجية اللي جات 15 و17 بالخصوص اللي تمهد له. دونك هادو تقريبا هي أهم التساؤلات اللي عندي حول هذه المرحلة، وشكرا. مساء الخير. مساء الخير، سعيدة بزيارتي لمدينة وزان، وأشكر كل الساهرين على إنجاح هذا اللقاء الذي يجمعنا بوجوه كريمة. سعيدة أيضا بزيارتي للقرن السابع عشر من خلال هذه الورقة المقتضبة نظرا لإكراهات الوقت. عنونت هذه الورقة بأدباء فرنسيون في القرن السابع عشر راسين أنموذجا. من خلال هذه الورقة حاولت أن أتطرق إلى علاقة الأدب بالديانة المسيحية في القرن السابع عشر، وأيضا إلى علاقة الأدب بالبلاط الملكي في هذا القرن أيضا. إذن عرف الأدب الكلاسيكي الفرنسي أوجه في القرن السابع عشر إبان حكم لويس الرابع عشر، وتحديدا خلال الفترة التي كان فيها الكاردينال مازارين وزيرا للدولة، وقد أسهمت عدة حوافز في تفجير الأدب، لعل أبرزها تشجيع الكاردينال ريشليو للدراما والشعر وتأسيسه للأكاديمية الفرنسية، تحقيق فرنسا لانتصارات حربية ودبلوماسية، اختلاط الأدباء بالنبلاء والنساء المثقفات في الصالونات الأدبية، ثم رعاية الأدب من طرف الملك والحاشية، مما أدى إلى بروز مجموعة من الأدباء الذين خلدوا روائع أدبية. نذكر منهم على سبيل المثال للحصر باسكال، مولير، بالزاك، ثم راسين. وقد كان راسين هو المؤرخ الملكي في عهد هذا الملك الذي يعد أسخى راع للأدب عرفه التاريخ كله آنذاك، إذ بمجرد تقلده زمام الحكم سنة 1662 بدأ بتقديم يد المساعدة للأدباء الفرنسيين، وجلب اهتمام الأدباء غير الفرنسيين، إذ كلف المراقب العام للمالية وسكرتير البلاط الملكي كولبير بتقديم معاشات ملكية للأدباء والعمل على حمايتهم واحترامهم ورفع مقامهم الاجتماعي. كما أعلن لويس الرابع عشر أنه الراعي الشخصي للأكاديمية الفرنسية التي أصبحت في عهده مؤسسة حكومية كبرى، وفر لها الأموال الكافية وهيئ لها مكانا في اللوفر، فتم العمل بها على تصنيف القاموس الذي استغرق 56 سنة ما بين 1694 و 1638، وحقق نجاحا كبيرا من حيث نقاء اللغة ودقتها وأناقتها ومكانتها، فأصبحت اللغة الفرنسية أعظم لغات أوروبا التي تتداولها الدبلوماسية والطبقات الأرستقراطية، وظلت أوروبا قرنا وأكثر تهفو إلى أن تكون فرنسية. هذه اللغة هي التي تشبث بها راسين، وتشبث بقواعدها التي شكلت أسلوبه الأنيق الشجي، وطبعت مساره الإبداعي وقادته إلى اتخاذ الأدب حرفة له. فبعدما درس في طفولته وشبابه الدين واللغة اليونانية، استهوته التمثيليات والملامح اليونانية، فعمل على ترجمة بعضها بنفسه، ثم تعلم شيئا من الفلسفة ومزيدا من الثقافة الكلاسيكية في الكلية بباريس، ومن هناك بدأ بكتابة تمثيليته وعرضها على مولير من أجل إخراجها، لكنها لم تكن في المستوى المطلوب، فشجعه مولير على الاستمرار في الكتابة، بعدما منحه بعض المال من أجل ذلك. ولكن عائلته المتشبثة بالديانة المسيحية لم تتقبل احترافه الأدب وانغماسه في ملاهي الحياة، فأرسلته إلى جنوب فرنسا مساعدا لعم له كان كاهنا لكاتدرائية،
فوعده بوظيفة كنسية ذات وقف إن هو درس اللاهوت، فانكب راسين على قراءة القديس طوم الإكويني، لكن الشاعر الكامن في أعماقه لم يهمد، ونار باريس ظلت مشتعلة في أعماقه، فأفرغ ما يخالجه في رسائل بعثها إلى لافونتين، يقول في إحداها: كل النساء رائعات، ولكن بما أن أول شيء قيل لي هو أن أخذ حذري، فلست أريد أن أقول المزيد عنهن. أضف إلى ذلك أنه سيكون امتهانا لبيت كاهن ذي وقف أعيش فيه أن أخوض في حديث طويل عن هذا الموضوع. بيتي بيت للصلاة، لقد قيل لي كن أعمى، فإذا لم أستطع أن أكون ذلك كلية فإني أستطيع على الأقل أن أكون أبكم، لأن على المرء أن يكون راهبا مع الرهبان كما كنت ذئبا معك من ذئاب قطيعك. لم يستطع راسين أن يصمد أمام إكراهات الوظيفة الكهنوتية الموعودة، فحزم حقائبه وطوى كتاب خلاصة اللاهوت وعاد إلى باريس سنة 1663، فكتب نشيدا لقي استحسانا من الملك لوي 14 فجازاه عنه بالمال، مما شجعه على تحويل موضوع اقترحه عليه مولير إلى تمثيليته الثانية طيبة التي أخرجها مولير في 1664، فأحدثت ضجة كبيرة وجدالا كثيرا اضطره إلى سحبها بعد 4 عروض. وقد أغضب هذا الأمر عائلته شديدة الإيمان بالعقيدة المسيحية والولاء لدستورها الأخلاقي، فكتبت له عمته رسالة مؤثرة تطلب منه أن يراجع نفسه وأن يغير حياته، إذ تقول: أتوسل إليك يا ابن أخي العزيز أن ترحم نفسك وتفحص قلبك وتتأمل بجد أي هوة ترديت فيها، إنني لأرجو أن لا يكون صحيحا ما أنبئت به، ولكن إذا كان سوء طالعك قد بلغ مبلغا يحملك على مواصلة تجارة تشينك أمام الله والناس، فعليك ألا تفكر في المجيء لرؤيتنا، لأنك تفهم جيدا أنني لن أستطيع في هذه الحالة أن أكلمك، لعلمي بأنك في حالة مؤسفة جدا مناقضة تماما للمسيحية، ولن أكف في الوقت نفسه عن التضرع لله ليرحمك فيرحمني وإياك، لأن خلاصك عزيز جدا. وتجدون المرجع في المداخلة مكتوب. ذلك أن امتهان كتابة تمثيلياته للمسرح كان عملا غير شريف في نظر الكنيسة التي كانت ترى بأن الروائيين تجار السموم يقتلون نفوس الناس لا أجسادهم. وقد أغضب موقف الكنيسة مولير وراسين اللذين ردا عنيفا ندم عنه راسين خلال السنوات اللاحقة. استمر العمل بين مولير وراسين إلى حدود إخراج تمثيلية راسين الثالثة الإسكندر، فنشأ بينهما خصام ترتب عن عدم اقتناع راسين بإخراج مولير لتمثيليته، فسحبها منه وسلمها للفرقة الملكية المنافسة، وتم عرضها لأكثر من 30 مرة في وقت وجيز، فأصبح من خلالها خلفا لكورني وصديقا للناقد باولو الذي علمه قواعد الفن الكلاسيكي، بعدما قال له راسين مفاخرا: إنني أنظم شعري في يسر مدهش، فأجابه الآخر: أريد أن أعلمك كيف تنظمه في عسر. هكذا بلغ راسين أوج قوته المسرحية وأسلوبه الشعري في مسرحية أندروماك المليئة بالرعب والعلاقات الغرامية المعقدة، ولكنها من الروائع التي يمكن مقارنتها مع أعمال شكسبير من خلال حبكتها المتينة البناء وعمق شخوصها والتعبير عن مشاعرهم المدروسة في كل تعقيدها وحدتها، وأيضا من خلال شعر فيه من الروعة والتناغم ما لم تعرفه فرنسا من قبل. هكذا فتحت له هذه المسرحية أبواب النصر والتفوق على الآخرين، فتحدى مولير بملهات المتخاصمون التي كانت صدى لتجربته مع القانون إثر نزاعه مع راهب امتد لأجل انضاق به راسين فتخلى عن حقه فيه، وتأثر لنفسه بكتابة المسرحية التي تناولت قضية جشع المحامين وفساد القضاة وشهود الزور. وقد استمر راسين في كتابة مسرحياته ونظم أشعاره، ونال حظوة سريعة عند الملك لوي 14 الذي أغدق عليه من الأموال، وعرض بعض مسرحياته في قصر فيرساي على ضوء الشمعدانات البلورية المعلقة في أشجار البرتقال والرمان. وفي سنة 1673 انتخب راسين عضو في الأكاديمية الفرنسية، وفي ذروة نجاحه وجد نصف المجتمع الباريزي ينتقده لحساسيته المفرطة ولضيق خلقه، فاتهم بتلويث المأساة بعواطف نصف مجنونة تنفعل بها مخلوقات خسيسة، وبإدخال مغازلات حب القصور إلى المسرح وإغراقه بدموع بطلاته، ف
فارتأى منافسه إسقاطه، فكتب نيكولا برادون مسرحية تحمل نفس مسرحية راسين فيدر، لكن برادون لم يكن في مستوى المنافسة، فطوت مسرحيته النسيان بالرغم من النجاح الذي حققته أثناء عرضها، في حين ظلت مسرحية راسين خالدة ونافس فيها الرومانسيين مع أنه المثل المحتدى به في الأسلوب الكلاسيكي، وقد كتبها بأسلوب جديد ونغمة مغايرة لسابقاتها، كونه أصبح يفكر في الاستقرار العائلي والارتباط بامرأة واحدة بدل الكثيرات، فتزوج سنة 1677 واكتشف مزايا الحياة المشتركة وفرحة الأبوة، فشغلته أسرته ودسائس أعدائه ومنتقديه عن المسرح، فترك خططه ومشاريعه المسرحية واكتفى بكتابة الشعر والنثر من حين لآخر طيلة 12 سنة. وقد أظهر لوي الرابع عشر ثقة مستمرة في راسين، فرتب له معاشا سنة 1664 ومنحه وظيفة شرفية في إدارة المالية سنة 1674 وعينه مؤرخا رسميا للبلاط سنة 1670. وفي سنة 1690 أصبح الشاعر موظفا دائما في معية الملك، فأتته الوظيفة بمورد إضافي أتاح له شراء وظيفة سكرتير الملك سنة 1696. هكذا شغلته واجباته الوظيفي عن المسرح، فكان يرافق الملك في حملاته لتسجيل الأحداث بدقة وأمانة، وفيما عدا ذلك كان ينكب على تربية أبنائه السبعة، وسرعان ما عاد إلى كتابة مسرحية إستير نزولا عند رغبة المسؤولة عن أكاديمية سانتاخ، فكانت مسرحية دينية خالية من كل ما يتصل بالغرام، اقتبس موضوعها من الكتاب المقدس، وقام بتدريب الفتيات على تمثيلها، فانحصر عرضها لسنوات على الكهنة والملك والحاشية، ولم تصل إلى جمهور المتفرجين إلا سنة 1721 بعد موت الملك بست سنين. وفي سنة 1691 أخرج سانتاخ أحدث مسرحية راسين وهي أتالي، وهي مسرحية لا يفهمها إلا من هو على دراية بمحتوى الكتاب المقدس، وقد اعتبرها فولتير أعظم الدرامات الفرنسية. في غفلة منه أغضب راسين الملك بكتابته لبيان بألوان العذاب الذي يعاني منه الشعب الفرنسي في أواخر الحكم، إلا أنه سرعان ما انطفأ الغضب وعادت العلاقة إلى سابق عهدها. وقبل أن يموت راسين بعد إصابته بمرض عضال كتب وصية يطلب فيها الصفح من الأم الرئيسة والراهبات، لأنه عاد إلى أصل تكوينه الديني وإيمانه الدفين. كتب في الوصية: أود أن تحمل جثتي إلى بوغ رويال وأن تدفن في مقبرته، إنني بكل تواضع ألتمس من الأم الرئيسة والراهبات أن يمنحنني هذا الشرف وإن كنت عالما بأنني لا أستحقه، سواء لما شابه حياتي الماضية من مخاز أو لتقصيري في الإفادة من ذلك التعليم الممتاز الذي تلقيته من قبل في ذلك الدير وما رأيت فيه من مثل رائع في التقوى والتوبة، ولكن كلما ازدادت حاجتي لصلوات هذه الجماعة العظيمة. في هذه الوصية ندم ظاهر وحسر على أشياء لم يغتنم الفوز بها وكان يود تداركها لو طال العمر، لكن المنية لم تمهله فتوفي في 21 أبريل 1699 وعمره 59 سنة. تعتبر فرنسا راسين من أعظم شعرائها، فهو يمثل أرقى ما وصلت إليه الدراما الكلاسيكية الحديثة من تطور، وتتلخص مزاياه في لغة أنيقة خالية من الشوائب، إخراج العامة من مآسيه واقتصاره على الأمراء والأميرات والملوك والملكات، وكان هدفه هو بلوغ أسلوب يعكس في الأدب حديث الأرستقراطية الفرنسية وعاداتها، وقد توفق إلى حد كبير في ذلك، واعترف له فولتير بهذه القوة كونه احتفظ بالدراما الحديثة على مستوى لم يبلغه سوى شكسبير، وتعتبر أعماله تراجيديات سيكولوجية تجمع بين وضوح الفكرة والاختراق العميق لمكامن الروح البشرية التواقة من جهة إلى الانفلات والانطلاق والحرية، والخاضع من جهة أخرى إلى ضوابط الدين والمجتمع والرواسب المتجذرة في اللاشعور الجمعي، كما في حال شاعرنا الذي بدأ متأثرا بالدين والعقيدة المسيحية ثم سرعان ما ثار عليها وتمرد في الظاهر وما لبث أن عاد إليها بعدما فترت نار غضبه وحنقه على الضوابط الاجتماعية، فانتهى في كنف الكنيسة طالبا التوبة والعفو. وشكرا. Thank you.
السيدات والسادة، يعني أجدد السلام عليكم وأقول يعني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأود أن أفتتح كلامي بشكر القائمين على جمعية رباط الكتب ومركز حوار الحضارات على هذه المناسبة العلمية التي هي أولى لنا، وأشكرهم كذلك على كرم الضيافة وما أبدوه من حفاوة. ثم أمر إلى الكلام عن الموضوع الذي هو عنوانه الحرم إلى القرن السابع عشر. إذن أطرح في هذه الورقة إلى إبراز إحدى القضايا الفكرية التي شغلت بال العلماء المغاربة الذين عاشوا خلال العصر المصطلح على تسميته بالعصر العلوي الأول، وبالضبط خلال الشطر الممتد منه من بيعة السلطان المولى الرشيد إلى وفاة أخيه السلطان المولى إسماعيل، أي من 1075 للهجرة إلى 1139 للهجرة، وهي قضية الحرم إلى القرن السابع عشر. وينبغي التمييز بين زمنين متداخلين في هذا الزمن الجامعي ويعبر عنه بالقرن السابع عشر. أولهما الزمن الدرائي الممتد من وفاة السلطان أحمد المنصور الدهلوي إلى تخريب الزاوية الدرائية، وصدرنا به لمكانته المركزية في القضية الفكرية التي تهمنا، فنهايته المأساوية هي التي فجرت هذه القضية وأنتجت الأدب المعبر عنه بأدب الحياة والمعاناة والتفاعل مع الأحداث السياسية، والذي كان التفجر والرتاء الحرام من أبرز سماته، واختصت بالحرام إلى هذا الزمن وبالآثار المعبرة عنه الفئة التي يمكن أن نصطلح على تسميتها بالفئة الدلائية، وتضم أبناء الزاوية الدلائية وأشياعهم أيام عزهم وسلطانهم وتلامذتهم بعد نكبتهم وهجرتهم إلى فاس ومقامهم بها وتصدرهم للتدريس ومعاهدها. تعني هذين الزمنين ويشمل العقد الأخير من الدولة المنصورية وزمان الفترة الفاصل بين وفاة السلطان أحمد منصور الدهبي وبيعة السلطان المولى الرشيد، وهو قريب من الأول في أنبيه وأوسع منه في رقعته، وهو زمن الكيانات الأخرى التي اقتسمت السلطة في البلاد مع أهل الدلاء خلال زمن الفترة هذا. ويعمل منها كيان الحاضرة الإدريسية بالذات التي مرت خلاله بعهدين مختلفين، عهد مملكة فاس السعدية وعهد الخضوع للإمارة الدلائية. وقد ضرب علماؤها بنصيب في القضية الفكرية التي تهمنا، وعبروهم كذلك عن الحنين إلى هذا الزمن من تاريخ حاضرتهم، وصدروا في ذلك عن دفاعهم عن الاستقلالية التي نعمت بها خلاله والتي بلغوا بفضلها ذروة سنان صولتهم، وذلك في الوقت الذي تعارضت فيه مع الاستقلالية التي نزعت إليها الدولة الإسماعيلية. تعددت الآثار الأدبية والفكرية التي عبرت بها الفئتان الدلائية والفاسية عن الحنين إلى القرن السابع عشر من أشعار ومقامات ورسائل وتواريخ وتراجم ومناقب وفتاوى فقهية وغير ذلك. ونكتفي في هذه العجالة باستعراض التواريخ والتراجم والمناقب التي تجلى فيها الافتتان بهذا القرن وأهله، وظهر فيها التنافس في تخليد أخبار ملوكه وعلمائه وصلحائه، وقوامها الأعمال التالية والمتسلسلة بحسب وفيات مؤلفها، وهي أولا كتاب نزعة النادي وطرفة الحادي في أهل القرن الحادي، وطبعا القرن الحادي هو السابع عشر، لأن هذه العناوين جميعها تذكر القرن بالهجري. فالكتاب الأول هو كتاب نزعة النادي وطرفة الحادي في أهل القرن الحادي لمؤلفه عبد السلام القادري المتوفى 1110
الذي لم يسعفه الحال ولم يتفق له بعد الفراغ من مقدمته الحافلة التي أعلى فيها من شأن علم التاريخ إلا أن يخط ترجمة واحدة من تراجم أهل هذا القرن، وهي ترجمة الشيخ عبد المجيد بن أبي القاسم البادسي، واخترمته المنية دون أن يزيد على ذلك شيئا. التاريخ الثاني هو كتاب مطمح النظر ومرسل العبر بالذكرى بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر، لمؤلفه محمد الطيب ابن محمد الفاسي، متوفى سنة 1113، والذي بلغ فيه إلى السنة الثالثة عشر من المئة الحادية عشر، وختم بترجمة جده أبي المحاسن يوسف الفاسي، ووافاه الأجل المحتوم وحال دونه وإتمامه. المحاولة الثالثة في هذا المشروع التواريخ هو كتاب الإعلام بمن مضى وغبر من أهل القرن الحادي عشر، لمؤلفه عبد الله بن محمد الصغير الفاسي، متوفى سنة 1131، والذي أكمل فيه ما بدأه خاله المذكور قبله، واستوفى الترجمة لإعلام هذا القرن مرتبين على السنين من عام 1001 إلى عام 1100. الكتاب الرابع نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، والكتاب الخامس كتاب صفوة منتشر من أخبار صلحاء القرن العاشر الحادي عشر، لمؤلفهما محمد الصغير ابن عبد الله الإفراني، متوفى سنة 1156، وأرخ فيهما للدولة السعدية وزمان الفترة وأولية الدولة العلوية، وترجم لأهل المئة الحادية عشر، وزاد عليهم ببعض أهل المئة التي قبلها والتي بعدها. كتاب السادس كتاب نشر المتاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، ومختصره التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المئتين الحادية والثانية عشر، لمؤلفهما محمد بن طيب القادري، متوفى سنة 1187، وأكمل فيهما نزهة جده عبد السلام القادري، واعتنى فيهما بأهل المئة التي تهمنا والتي تليها. تقطع هذه الأعمال بامتياز القرن الحادي عشر أو السابع عشر، وتؤكد أنه كان بدعا من القرون التي مر بها تاريخ المغرب ومن قبله ومن بعده، وترد الوصمة التي يلمز بها المغاربة بقلة الاعتناء بالتاريخ، وتعيب عليهم إهمال ذكر أسلافهم الأقربين والأبعدين، وتؤرخ للحظات نشط فيها المغاربة من الذين أدركوا القرن السابع عشر من الذين لم يدركوه في دفع عواد النسيان عن ذكرى أسلافهم، واجتهدوا في التعبير عن الاعتقاد في صلاحهم وصلاح زمانهم. بعد بسط ملامح القضية الفكرية التي تهمنا، يأتي بيان العوامل التي أدت إلى اشتداد عودها وهيئت لها أسباب دوامها واستمرارها، وهي أولا استمرارية التاريخ الدرائي ما بعد نكبة الزاوية، وفيه العناصر التالية: أولا سنوات التهجير التي استغرقت خلافة السلطان مولى الرشيد من 1970 إلى 1080. العنصر الثاني قيام أحمد بن عبد الله الدلائي 1880-1091. العنصر الثالث مشروع إعادة إعمار الزاوية الدلائية 1075-1095-1097. العنصر الرابع المدرسة اليوسية نسبة إلى الإمام الحسن اليوسي من 1970 إلى 1102 تاريخ وفاته. العامل الخامس مشيخة الجماعة الدلائية المسناوية بفاس نسبة إلى الإمام محمد المسناوي، الذي استبد بالرئاسة العلمية بفاس بعد وفاة شيخه محمد بن القادر الفاسي إلى وفاته، أي من 1116 إلى 1134. العامل الأخير هو الطبقة العلمية المتخرجة بهذه المشيخة والتي عاش أفرادها إلى وفاة السلطان مولى إسماعيل. فإذا تلاحظون بأن هذه العوامل يعني نجدها في الدراسات متنافرة، ولكن حينما يتم جمعها فهي تؤرخ إلى استمرارية هذا التاريخ الذي يمكن أن نصطلح عليه بالتاريخ الدلائي، يعني لم ينقطع بتحطيم الزاوية الدلائية وخرابها،
ولكن استمر فاعلا في مستويات متعددة سياسية والفكرية بالأساس إلى وفاة السلطان المولى إسماعيل. العنصر الثاني الخاص بالفئة الفاسية وعنوانه تعارض استقلال الحاضرة الإدريسية مع استقلالية الدولة الإسماعيلية، وفيه العناصر الأربعة التالية. العنصر الأول نقد بيعة السلطان المولى إسماعيل والفتنة التي دامت 8 أشهر ما بين سنتي 1882-1883. العنصر الثاني نقل العاصمة إلى مكناس بعد 4 سنوات من بيعة السلطان المولى إسماعيل. ثم العامل الثالث هو قيام الأمير محمد العالم من 1114 إلى 1118. وآخر هذه العوامل هو قضية تمليك عبيد فاس ما بين 1118 إلى 1121، السنة التي قتل فيها عبد السلام قسوس. إذا كان هناك شيء من الوقت يعني قد أذكر لكم بعض النماذج، في 5 دقائق يعني أذكر بعض النماذج، فأتجاوز عن يعني الأحداث السياسية وأنتقل يعني إلى الأحداث الفكرية من العنصر المتعلق بالمدرسة الفيوسية، وأذكر كتابه المحاضرات. يعني اليوسي عنده يعني من أعمال متصلة بموضوعنا هذا، عنده الرائية القصيدة التي بكى فيها الدلائيين في 160 بيت والتي طارت شهرتها في الآفاق، و يعني ظل الدلائيون يتداولون مشروع شرحها يعني خلال القرن 18. سأذكر لكم يعني كتاب المحاضرات والدور الذي كان لهذا الكتاب في هذه القضية التي تهمنا واللي هي الحنين إلى القرن 17. إذن كتاب المحاضرات هو كتاب منوع، هو عبارة عن رحلة داخلية وسيرة ذاتية وكتاب تاريخ وديوان أدب، فسأهتم به يعني ككتاب سيرة، وأطمح إلى بيان المكانة التحولية لهذه السيرة في تاريخ كتب التراجم والمناقب خلال القرن 17 أو 11، يعني هذه الكتب التي كادت أن تصبح صناعة خاصة ببني الجد، وبني الجد هم أفراد الزاوية الفاسية. هذه الزاوية استبدت بكتب التراجم خلال القرن 17 حتى كادت هذه القضية أن تصبح صناعة يعني خاصة ببيتهم. فسأبرز الوجهين العريضين اللذين يختلفان فيهما في مبناهما ومعناهما ومعناهما عفوا. الأول هو أن اليوسي جرد محاضرته من الأجواء المنقبية التي ظلت التراجم الفاسية تسبح فيها، وإنزاله سيرته من عالم المناقب والكرامات إلى عالم العادات والمألوفات، ووضعه أحداثها البسيطة والجسيمة في سياقتها المكانية والزمانية المعلومة، وإعراضه عن إقحامها في سياقة غيبية مدنونة، وعدم نظره إلى ماضيه بعين حاضره، وتأثره بصفتي المجدد والمجتهد الجليلتين اللتين كانتا ترفرف على رأسه، فلم يبالغ ولم يهمل في أحداث ووقائع أي طور من أطوار سيرته، ولم يأتي فيها بشيء غريب أو عجيب، ولم يزد عليها من سيرة غيره من الأولين والآخرين، ولم يذكر أهل بيته إلا في الطور السابق لخروجه من بلده في طلب العلم، ولم يستكنف عن التصريح بولادته في بيت من بيوتات العوام، وأنه منسوب رجل أمي لا يفضل إلا بتدينه ومخالطته على الخير ومحبته للصالحين وموهبته في تعبير الرؤيا، وأنه جاء بعد أخوين ماتا أميين. ومضى في بقية الأطوار يستعرض من لقي من الأعلام من أهل العلم والصلاح والرئاسة المنتمين إلى مختلف الجهات التي رحل إليها، ولم يكن المعول عليه فيما نظم بينه وبينهم من علائق على أي نسبة طينية أو طائفية أو قبلية، وحرص على ضبط المواضع بأسمائها والأحداث والوقائع بتواريخها، ولم ينظر في أحوال خاصة أهل زمانه دون عامتهم، ولم يقتصر في نقل أخبارهم على ما اتصل بصلاحهم
ضمن ما اتصل بفساده ولم يثبت لنفسه مزية فضل عليها، وسجل على نفسه ما وقع فيه من سقطات وما فرط منه من فرطات، ولم يقصد مما كتب زيادة اعتقاد فيما من الله عليه من مواهب، وإنما قصد إلى إيقاد القلوب والعقول من الغفلة ودعوة الناس إلى التدبر في تقلبات ظهرهم، فزحزح التراجم السائد في عصره من حيز المناقب إلى حيز التاريخ، وحول مجراها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وأنهى العهد الذي قصر نفعها على بعض الناس خاصة وجعل نفعها عاما وللناس كافة، وقرر ضعف العناية بالأخبار والنوادر والتواريخ، ودعا إلى تدارك هذا الضعف والنقص. العامل الثاني هو أنه وسع دائرة جغرافية تراجمي القرن السابع عشر، والتي لم تكن تغادر جدران بيت بني الجد ولا تتجاوز أسوار حاضرة فاس في الغالب، وذلك أن المحاضرات فتحت في وجه فني السير والتراجم آفاق أوسع وأرحب، وأوصلت حبله بكل البلاد التي عرفها الإمام الموسي في مختلف أطوار حياته وفي ضعنه وترحاله من ملوية العليا وسجل ماسة ودرع وسوس وتادلة، وحاضرة البلاد فاس ومراكش وتغور وبوادي الغرب والشمال، فأفلحت في نقلها من جنس تراجم البيوت والطوائف إلى صنف تراجم البلدان والأقطار، كما شملت هذه التوسعة إطارها التاريخي أيضا، وجعلته يربوع عن تاريخ الطائفة الفاسية.